أكد معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكريم صندوق العمل تمكين ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 3، يدل على حرص سموه على تعزيز الجهود في مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز روح الإبداع والابتكار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد رائد علي الحداد مشرف مركز تمكين لخدمة العملاء بمجمع السيف. بعد التحية، هل لنا أن نتحدث عن أهمية مبادرة تقييم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في مملكة البحرين؟ في البداية لابد من الإشادة بالتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخصوص الاستمرار في تبني كافة الجهات الحكومية للمبادرات اللي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة من أجل تحقيق التطور والتقدم. نعم. وهذه المبادرة هي دليل على حرص سموه على تعزيز الجهود في مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز روح الإبداع والابتكار وحب التميز والإنجاز لتلبية تطلعات المواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة. نعم سيد رائد، كيف استطاعت تمكين الاستمرار في الحصول على هذا التميز والحصول على الدرع الذهبي خاصة للمرة الثالثة على التوالي؟ حصول تمكين على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 3 وللمرة الثالثة على التوالي هو امتداد للجهود والإنجازات التي عملت تمكين على تكريسها على مدى 15 عام الماضية في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم أعلى معايير الخدمة لكافة الأفراد والمؤسسات. طبعا رفع مستوى رضا العملاء يمثل جزء من توجهاتنا الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لتطوير أداء المؤسسات والأفراد وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز الأثر الاقتصادي المنشود. وكذلك تركز توجهاتنا الحالية على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء عبر توفير منصات خدماتية متعددة قائمة على أبرز وأحدث التقنيات الرقمية ووفقا لأعلى المعايير المعتمدة بهدف تقديم تجربة خدماتية مختلفة ومميزة تتناسب مع احتياجات العملاء في كل مرحلة من مراحل طلباتهم. ومؤخرا قمنا باستحداث نظام المواعيد المسبقة قبل زيارة مركز الخدمة لضمان الحصول على تجربة سلسة وسريعة للعملاء، وهذا ساهم في تقليل فترات الانتظار خلال أوقات الذروة وزيادة كفاءة الموظفين. وكذلك تم تفعيل منصة مركز الخدمة الافتراضي خلال فترة جائحة فيروس كورونا COVID-19 لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، والتي تتيح للعميل التواصل مع مستشاري خدمة العملاء من ذوي الكفاءة والخبرة عن طريق الاتصال المرئي. وكذلك تم تدشين خدمة المساعد الافتراضي في الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة، واللي توفر فرصة للتعرف على جميع البرامج والمبادرات المقدمة التي تعزز من التواصل مع العملاء بكل كفاءة ويسر وسهولة. نعم السيد رائد علي الحداد مشرف مركز تمكين لخدمة العملاء بمجمع السيف، شكرا جزيلا لك.